يلا يا شباب، معنا المثال هذا اللي هو خاص بالحالة الثالثة. Finding pipe diameter case 3. What size of asphalted cast iron pipe is required to carry water at a flow rate of 3 cubic feet per second and with a head loss of 4 feet per 1000 feet of pipe؟ أول شيء للأسف ما أقدر تحول الوحدات إلى SI units، فتحملوا معنا. الأشياء اللي بالأحمر هي إيش؟ الداتا اللي إحنا نحتاجها. قال لي asphalted cast iron، هذه يحتاجها في إيجاد الرفنس. الفلو ريت أعطاني 3 كيوبيك فيت بير سكند، والهيد لوس أيضا أعطاني 4 فيت بير 1000 فيت أوف أ بايب. ودرجة الحرارة هذه نقدر بواسطتها نجيب الكينيماتيك فيسكوسيتي. زي ما قلت من زمان يا شباب، نطالع دائما في الفلو شارت هذا. الفلو شارت هذا بإذن الله يعطيك الصورة واضحة. نشوف القصة وش هي. كما ترى الكيو معطى، الفلوريت، الهيدلوس معطى، الطول معطى، والرفنس ايضا معطى او تقدر تجيبه، اوكي، والمجهول هو الديامتر. طيب ايش القصة؟ قلنا دائما نبدا كمفتاح القضية من الفورمولا الخاصة بالهيدلوس، اوكي، نحاول نجيب الديامتر منها. لو ما اعطاك الهيدلوس واعطاك مثلا معلومات عن السيستم او البريشر دروب، فتستخدم ايش؟ الانرجي ايكويجن عشان تجيب معادلة فيها نفس الفاريبلز هذه ولكن بطريقة منسقة بطريقة ثانية. طيب خلينا نركز هنا. بما انه اعطانا الهيد لوس، فلاحظ اني ما اقدر اجيب الديامتر على طول مباشره. ليش؟ لان الفريكشن فاكتور مجهول والفلوسيتي مجهوله، ولكن قلنا انه نحاول نتخلص من الفلوسيتي بايش؟ بواسطه الفلوريت، نقسمها على الكروس سكشنال اريا، اوكي، فتصبح المعادله هذه داله في الفريكشن فاكتور والديامتر. اذا فرضت الفريكشن فاكتور وعوضت يطلع لي الديامتر. الديامتر اقدر اجيب بواسطه الفلوسيتي من هنا، بعد الفلوسيتي اجيب الريلاتيف نمبر، وبعدها اروح للمودي تشارت. لكن قبل كذا اجيب الريلاتيف رافنس عن طريق قسمه الرافنس هذا الابسلون ولا الكي اس على الديامتر اللي انا جبته. اطلع الفريكشن فاكتور يا شباب واقارنه بايش؟ بالفريكشن فاكتور ايش اللي فرضته في البدايه. اذا والله زي بعض الحمد لله، الديامتر هو الديامتر اللي حصلته في الخطوه هذه. اذا لا ما هو نفسه، ارجع من جديد اخذ النيو فريكشن فاكتور وادخل من جديد، وهكذا الين يقفل اللوب. وبالمثال زي ما كنت أقول لكم يتضح المقال. الآن ركزوا معي، شوفوا كيش بيصير هنا الآن. لاحظ الآن هذه الهيدلس فورمولا F في L على D في B سكويرد على 2G. هنا قلنا إحنا بنتخلص من الفلوسيتي عن طريق التعبير عنها بدلالة إيش؟ الفلوريت مقسومة على الكروس سكشنال أريا. بما أن الفلوسيتي تربيع، فالفلوريت بتصير تربيع والأريا بتصير تربيع. لكن تذكر معي أن الأريا عبارة عن باي أوفر 4 في D تربيع أصلا معي. فشوف اللي حصل هنا في المقام، صار عندي باي اوفر 4 تربيع، لكن الديامتر لانه دي تربيع، فلما تربع ثاني مره يصير دي للقوه 4، وعندي هنا دي، فصار عندي دي للقوه 5. تمام. البسط هو شوف الاف والال والكيو تربيع، هي موجوده في البسط، والاريا نزلت على الشكل هذا مضافا اليها الديامتر، وهذه التوجي. الآن بكتبها بدلالة الديامتر. جبت الديامتر وين؟ على اليسار، وحطيت الهيدلوس وين؟ في المقام هنا، أوكي؟ نبدأ نشتغل الآن يا شباب. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الجدول، العمود هذا initial guess حق الفريكشن فاكتور، هذا حق الديامتر، هذا حق الفلوسيتي، هذا حق الرينولدز نمبر، وهذا الكي اس على دي، وهذا النيو اف. بسم الله، أنا جبت لكم هذه من الكتاب مباشرة، ما سويت تعديل عليه لأنه ما في وقت. هو بدأ بالقس حقه ب 0.015، يعني وين يحطه؟ حيحطه هنا، أوكي؟ فلما حطه هنا والفلوريت معلوم، الطول معلوم، والإتش إف الهيدلوس معلوم، قدر يجيب إيش؟ الديامتر يا شباب. ونس إنه جاب الديامتر، حيقدر يجيب إيش؟ السرعة، لأن السرعة تساوي الفلوريت على الأريا، والأريا خلاص عرفنا الديامتر أهو، باي أوفر 4 في 0.968 الكل تربيع، اهو جاب السرعة 4.08 feet per second. ممتاز جدا. طيب حصل الفلوسيتي، يقدر يجيب الرينولدز نمبر، يضرب الفلوسيتي هي 4.08 في الديامتر اللي هو هنا قبل شوية جابه، على الكينمات فيسكوسيتي اللي المفروض انه اعطاك اياها وانت جبتها من الجداول. طلع الرينولدز نمبر بكم؟ ب 3.26 في القوة 5. طيب بقي ريلاتيف رفنس، نوعية المعدن المعروفة اسفالتد كاست ايرون، جاب الريلاتيف رفنس من هنا اللي هو 0.005 وقسمه على الديامتر، الديامتر 0.97 اللي من هنا، وقسم وضرب في 12 هنا عشان تحويل ايش؟ الوحدات. هذا الريلاتيف رفنس 4.3 في القوة 10 to the minus 4. راح دخل وين؟ دخل على المودي تشارت ديجرام، دخل عليه بحاجتين، بالرينولدز نمبر وبالكي اس على دي، وتعب له شويتين لحد ما جاب 0.0178.
لاحظ هو دخل ب 0.015 وخرج ب 0.078 اللي هو هذا، فواضح ان في فرق ما بين الانيشال جس والفاينل، معناته لازم نكمل ايش الدوره. اهو قام اخذ هذه القيمه وحطها هنا، يعني حطها هنا وين يروح؟ حيروح هنا، حيعوض ايش بالاف هنا، وكل شيء على اليمين معلوم. قدر يجيب الديامتر، صار الديامتر كم؟ متر واثنين في الالف، بعد ما كان كم؟ 0.968. راح حط القيمه وين هذه؟ هنا في المقام الخاص بالفلوسيتي، وجاب الفلوسيتي 3.81 معايا، ورجع عوض هنا في الرينز نمبر، طلع له هذا هو الرينز نمبر. والكيس على دي رجع يحسبه من جديد، ليش؟ لان الديامتر الان هنا غير الديامتر السابق، فالكيس تغير شويه 4.2 في 10 to the minus 4. قام طلع ايش الفريكشن فاكتور 0.0178، ما شاء الله دخلنا ب 0.0178 وخرجنا ب 0.0178. انا عن نفسي حوقف هنا، لكن صاحبكم الجر رجع كررها مره ثانيه، اوكي؟ فاللي تحسن الديامتر شويه صار 1.001، اوكي، 1 ملي، كان اول 1.002. انا عن نفسي لو انت وقفت هنا جزاك الله خير وشكرا جزيلا، خلاص انت يور ريبورت تهم ان الديامتر هو 1 متر و001، اوكي. وكذا نكون الحمد لله شطبنا على النوع الثالث. احتمال اجيب لكم في الامتحان يا شباب الشيء شبيه بهذا الشكل، ولكن اس اي يونتس، وبدل الهيد لوس لا اعطيك السيستم نفسه، بحيث انك تجيب شيء شبيه بالمعادله هذه. اشوفكم على خير، والسلام عليكم ورحمه الله.